السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض الوحدة الـ13، وهناخد النهاردة قواعد الوحدة الـ13 بعنوان Modal Verbs، الأفعال الناقصة of deduction للاستنتاج، advice النصيحة، and regret والندم. طيب أنا عملت لكم جدولين عن الاستنتاج والإلزام عشان ما تتلخبطوش ما بينهم. نبدأ بالاستنتاج deduction. must والمصدر معناها بالتأكيد. فمثلا لما أقول he must be Ali، هو بالتأكيد علي، I am sure، أنا متأكد، يبقى ده تأكيد في الحاضر، I am sure، يعني أنا متأكد دلوقتي. فهي must be Ali، يبقى هو بالتأكيد علي، يبقى must مصدر بالتأكيد في الحاضر. لكن الماضي منها must have تصريف ثالث، كان بالتأكيد. فمثلا لما أقول he must have been Ali، I saw him، هو بالتأكيد كان علي، أو هو كان بالتأكيد علي، فأنا رأيته، رأيته ماضي أهو، so ماضي بسيط. يبقى must have تصريف تالت، كان بالتأكيد استنتاج مؤكد في الماضي. طيب نيجي بقى بالتأكيد لا، يعني منفي، يعني استنتاج مؤكد بس منفي، يعني must مصدر نفيها can't مصدر. فمثلا لما أقول he can't be Ali، هو مستحيل يكون علي، هو بالتأكيد لا يكون علي، I know him، أنا عارفه. لكن الماضي منها can't have تصريف ثالث، بالتأكيد لم. فمثلا he can't have been Ali، مستحيل ده كان علي، ده مستحيل كان علي، I knew him for sure، أنا عرفته كويس جدا. لكن may و might و مصدر معناها ربما في الحاضر، تمام؟ الماضي منها may have تصريف ثالث، نفس المعنى تماما might have تصريف ثالث، ربما كان. طيب نخلي بالنا من could والمصدر، من الممكن في الحاضر. طبعا could لها معنى تاني خالص، معناها استطاع، الماضي من كان، لكن المرة دي في الاستنتاج could infinitive معناها ايه؟ معناها من الممكن، وبالتالي could have تصريف ثالث، كان من الممكن. فلما اقول the boy could have died، الولد كان من الممكن أن يموت، يبقى كان ممكن يموت، but the doctor، ولكن الطبيب rescued him، أنقذه. يبقى could have تصريف ثالث، كان من الممكن بس الحاجة دي إيه، ما حصلتش. لكن must بتاعت الإلزام أو obligation معناها يجب أن، مش معناها بالتأكيد، معناها يجب أن. طبعا السياق اللي هيفرق، يعني عشان محدش يقول لي هعرفهم ازاي يا مستر، السياق والمعنى تمام. لكن الماضي من must والمصدر اللي يجب ان had to، لكن الماضي من must اللي هي بالتأكيد must have تصريف ثالث. سيتوجب ان في الالزام بقى في المستقبل will have to. امال ايه mustn't ومصدر دي معناها يجب الا؟ يبقى في الاستنتاج ما فيش حاجة اسمها mustn't خالص، في حاجة اسمها can't. ما فيش حاجة في الاستنتاج اسمها had to نهائي، تمام؟ في حاجة اسمها can't have تصريف ثالث، must have تصريف ثالث. يبقى أي ماضي في الاستنتاج دايما بنحط للفعل الناقص have تصريف ثالث، لكن في الإلزام ما فيش أي مشكلة، هيبقى had to نفيها didn't have to وهكذا. نيجي بقى لاستخدامات must. we use must when we feel sure، بنستخدم must لما نكون متأكدين that something is true، حاجة حقيقية، because there is very strong evidence، لأن في إثبات أو دليل قوي جدا، تمام؟ يعني we are sure، إحنا متأكدين. أمثلة بقى he must live near here because he comes to work on foot، ده استنتاج ايه؟ مؤكد في الحاضر. عرفت ازاي الحاضر؟ انه في مضارع بسيط اهو comes، تمام؟ ونفس الكلام هنا must ومصدر، مش must have تصريف ثالث فتبقى ماضي. يبقى هنا ده استنتاج مؤكد في الحاضر، يبقى هو اكيد عايش قريب من هنا لانه بيجي الشغل على ايه؟ رجليه. مثال اخر you are a zookeeper that must be very interesting، يبقى ده بالتأكيد أمر شيق جدا، تمام؟ يبقى استنتاج مؤكد في الحاضر. You must have been happy، أنت أكيد كنت، أكيد كنت، كان بالتأكيد سعيدا، يبقى أنت بالتأكيد كنت سعيدا، must have تصريف ثالث، استنتاج مؤكد في الماضي. When you heard you'd passed the exam، لما سمعت، خلي بالكم ماضي هو برضو، لازم يكون استنتاج مؤكد في الماضي وبقية الجملة تبقى ماضي. Oh no, where's my car؟ يا نهار أبيض، فين عربيتي؟
Someone must have stolen it. أكيد في حد سرقها، يبقى في استنتاج مؤكد في الماضي. must have تصريف ثالث. نيجي بقى might و may و could، يبقى عدم تأكيد على طول، تمام؟ لسنا متأكدين، يبقى we use might, may or could to say that we think something is possible، يعني ممكن، يعني هو محتمل يعني، but we are not sure، بس إيه؟ مش متأكدين. We'll try to get there، هنحاول نوصل هناك early، بدري، but we may arrive، ولكن ربما نصل، يبقى هنا استنتاج إيه؟ غير مؤكد في الحاضر، تمام؟ Don't put the vase up there. ما تحطش الفازة هناك عالي فوق شوية. It could fall. ممكن تقع. Fall off and hit someone. وتخبط حد. يبقى هنا استنتاج ايه؟ غير مؤكد في الحاضر. May, could, might مصدر، يبقى استنتاج مؤكد في الحاضر. The thieves might have escaped by car. But we aren't sure. We aren't sure. يبقى غير مؤكد في الماضي. Might have تصريف تالت. I can't find my purse، مش لاقي المحفظة بتاعتي. I could have left، ممكن أكون نسيتها، يبقى استنتاج غير مؤكد في الماضي. نيجي بقى الكانت، احنا اتفقنا إن كانت المعنى العادي بتاعها خالص معناها لا يستطيع، صح؟ لكن في الاستنتاج المؤكد معناها من المستحيل أن، تمام؟ أو بالتأكيد لا، تمام؟ طيب، we use can't when we feel sure something is not true. يبقى احنا متأكدين ان الحاجة دي مش حقيقية، يبقى متأكدين بس بالنفي، تمام كده؟ He has to work on the feast day he can't feel، هو مستحيل يشعر، هو بالتأكيد لا يشعر، يبقى استنتاج مؤكد منفي في المضارع can't مصدر. لكن هقول مثلا it can't have been him، مستحيل يكون هو، أو كان هو، مستحيل كان هو، ما يقولش إيه يكون، لأن يكون كده يبقى مضارع. مستحيل كان هو، يبقى استنتاج مؤكد منفي في الماضي can't have تصريف تالي. طيب ناخد شوية تمارين للتأكيد. رقم واحد، علي نقط happy. He has just won a gold medal. علي نقط سعيد، هو لسه ايه فايز بميدالية ذهبية، يبقى هو بالتأكيد، يبقى must be بالتأكيد يكون في الحاضر. مستحيل تكون كان بالتأكيد، لان هو بيتكلم عن الحاضر. او تبقى can't be كده عكس المعنى، كان بي يعني ايه؟ مستحيل يكون، فنقول مستحيل يكون سعيد او بالتأكيد لا يكون سعيدا، لا طبعا. وبالتالي برضو كانت هاف بين عكس المعنى، وكمان هي ماضي. رقم اتنين، هي نوت هانجري. هي ازنت ايتينج وذ هيز فاميلي، ما بياكلش مع عيلته. طيب نخلي بالنا من زمن الجملة التانية، هي ازنت ايتينج، ما بياكلش دلوقتي، فهنا استنتاج في الحاضر، يبقى رقم واحد في الحاضر، فهنستبعد دي اللي هي ماست هاف بين لان في الماضي، تمام كده؟ يبقى يا از يا كان بي يا ماست بي، هنستبعد ماست بي واز لانهم عكس المعنى، فانا اقول هو بالتاكيد جعان او هو جعان، فهو مش بياكل مع عيلته؟ لا مش بياكل، يبقى اكيد مش جعان، يبقى كانت بي بالتاكيد لا يكون ايه؟ جعان. طيب رقم ثلاثة، they not lunch their food is in the fridge. يبقى عايز يقول هما بالتأكيد ما كلوش الغداء، لأن الإيه؟ الأكل لسه موجود. بس خلي بالكم في النقط لازم يكون ماضي. إزاي ماضي يا مستر وأنت بتقول إز ده مضارع؟ لا عادي، الحدث نفسه حصل في الماضي، الاستنتاج المفروض ماضي، يبقى هما بالتأكيد ما أكلوش، يبقى can't have had. رقم أربعة، the tourist not American because he is speaking English all the time. طيب هتلاقي نفسك رايح للاختيار ايه بس الاجابه، لان الباقي كله منفي في عكس المعنى، يبقى might be ربما يكون، فالسائح ربما يكون امريكاني لانه بيتكلم انجليزي طول الوقت. طيب رقم خمسة، I can't find my book، مش لاقي كتابي. I not eat at home، مش معنى ان الجمله الاولانيه مضارع يبقى اكيد هنا لازم يكون الاستنتاج في المضارع، لا الحدث نفسه الشيء حصل، يعني انا مش لاقي ايه كتابي، فاكيد نسيته مثلا او ربما نسيته، تمام؟ هو ما حددش هنا متاكد ولا مش متاكد، وبالتالي هنختار ايه الاجابه المتاحه الوحيده اللي هي might have left، ربما يكون ايه تركه. طبعا مش هنختار دي لان عكس المعنى تماما، يعني ايه can't have left يعني بالتاكيد ايه لم يتركه، عكس المعنى تماما. لو هو متاكد كده المفروض هيبقى عارف هو فين، صح؟ وهنستبعد A و C عشان ده الاستنتاج في الحاضر، وبيقول حاجة حصلت يعني ايه نسيه في البيت. النصيحة advice and regret، النصيحة والندم.
تمام. المعروف ان انا بنصح حد في الحاضر بقول له should والمصدر، يعني مثلا I should make a study plan، ينبغي ان ايه اعد خطة مذاكرة، هي هي بالظبط ought to، يبقى should هي هي ought to، نفس المعنى تماما، والنفي بتاع should shouldn't و ought to not to، تمام كده. يبقى النصيحة في الحاضر ought to او should زائد المصدر. الماضي بتاعهم ايه بقى؟ الماضي بتاعهم على طول نفس الفكرة بتاعت الاستنتاج، have تصريف تالت بعد should أو ought to، should have تصريف تالت، ought to have تصريف تالت، معناهم إيه بقى؟ should have تصريف تالت معناها كان ينبغي أن، shouldn't have تصريف تالت يبقى لم يكن ينبغي أن، تمام؟ ونفس المعنى ought to have تصريف تالت أو ought not to have تصريف تالت. طيب نخلي بالنا الفرق ما بين should have تصريف تالت و shouldn't have تصريف تالت. should have تصريف ثالث معناه كان ينبغي عليك فعل شيء لم تفعله فندم، you should have studied كان المفروض تذاكر، لكن shouldn't have تصريف ثالث معناه عملت شيء لم يكن واجبا فعله، you shouldn't have played كان ينبغي ألا تلعب، يعني انت لعبت، هي واضحة من المعنى يعني. نيجي بقى للإكسترا بوينتس أو النقاط الإضافية. لاحظ أننا لا نستخدم mustn't للتعبير عن النفي، تمام؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ ان must للتأكيد للاستنتاج المؤكد، النفي بتاعها مش mustn't، لا النفي بتاعها can't، تمام؟ لان mustn't ملهاش في الانجليزي غير معنى واحد بس اللي هو التحريم، لا يجب او يجب الا بقى، يجب الا، تمام؟ رقم اتنين انا شرحتها، قلت could have تصريف تالت في المثال بتاع الايه؟ الولد كان ممكن يموت بس الدكتور انقذه، يبقى could have تصريف تالت معناها ايه؟ للتعبير عن إمكانية حدوث فعل ولم نفعله، يعني حاجة ما حصلتش، وبالتالي he went to school on foot، هو ذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام، but he could have gone by train، بس كان يقدر يروح إيه بالقطر، could have كان من الممكن أن. طيب had better بقى معناها إيه؟ معناها ينبغي، نصيحة برضو، تمام؟ زي should بالظبط، بس الفرق ما بينها وبين should إن should لها ماضي، should have تصريف تالت، لكن had better ملهاش إيه؟ ماضي، لكن فيها عادي had better not، تمام؟ they had better study their lessons regularly، يبقى هم ينبغون إيه؟ أن يذاكروا دروسهم، يبقى زي كأنها should بالظبط، الفرق ما بينها إن should لها ماضي، لكن had better ملهاش إيه؟ ماضي. طيب ناخد شوية تمارين عامة كده للتأكيد. رقم واحد that person over there، الشخص اللي هناك ده not a doctor، دكتور، he is only 18، هو فقط ايه 18 سنة، يبقى بالتأكيد لا يكون، يبقى can't be. رقم اتنين داليا نقط فاطمة very well، يعني داليا مالها بقى فاطمة كويس، they are neighbors، يبقى أكيد عارفة فاطمة كويس، يبقى استنتاج مؤكد في الحاضر they are neighbors، يبقى must know بالتأكيد تعرف. I don't know why علي can't walk، أنا مش عارف، مش عارف ليه علي مش قادر يمشي، ممكن يكون تعبان، يبقى he may be، يبقى استنتاج غير مؤكد عشان بيقول I don't know. رقم أربعة بيقول that was a mistake، دي كانت غلطة، that was خلي بالك was not أهو، كانت غلطة، I not on time to take the job، كان المفروض أتقدم في الوقت المناسب، كان ينبغي أن، تمام؟ ليها should have applied. طيب نعرف معنى بقى الاختيارات للتأكيد، must have applied بالتأكيد تقدم، can't have applied بالتأكيد لم يتقدم، mustn't apply mustn't قلنا ليها معنى واحد بس في الإنجليزي اللي هو يجب ألا، يجب ألا تتقدم. رقم خمسة really حقا I can't remember you، مش فاكرك، مش قادر افتكرك، but you not me، بس انت ايه must have met، اكيد قابلتني، ليه 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 هنا مؤكد، اكيد قابلتني، can't have met مستحيل تكون قابلتني، طبعا عكس المعنى، اكيد هي الاجابه تبقى might have met، انت ربما تكون قابلتني من قبل. رقم ستة you not me yesterday I waited all day for your call، انا استنيت ايه مكالمتك اليوم كله، يبقى must have called اكيد اتصلت، لا طبعا هو مستني المكالمة، استنى المكالمة يبقى ما اتصلش، يبقى المفروض كان ينبغي، يبقى should have called. رقم سبعة that's the second new car they have bought this year، دي تاني عربية اشتروها الايه السنة دي، they not very rich، يبقى هم اكيد اغنياء، يبقى must be.
رقم 8 The thieves not in through the window. Look, it is still open. يبقى هو عايز يقول ايه؟ الحرامية اكيد دخلوا من الشباك. يبقى هنا استنتاج مؤكد في الماضي، اكيد دخلوا من الشباك. بيقول له بص ده لسه مفتوح، يبقى اكيد، يبقى must have تصريف ثالث، استنتاج مؤكد في الماضي. رقم 9 Your mother not a great cook. cook هنا معناها طباخ يعني. You are always so keen to get back home to eat. يبقى بيقول له ايه؟ اكيد مامتك طباخه ايه؟ ماهره، لان دايما مستعجل وايه متحمس انك تروح البيت بدري. يبقى الاجابه تبقى must be بالتاكيد في الحاضر. رقم 10 وده اخر سؤال. ايت نقط a burglar. burglar يعني معناها ايه؟ لو حرامي او نشال او حرامي البيوت وهكذا. All the doors and windows are locked. كل البيبان والشبابيك مقفولة. يبقى هو مستحيل يكون ايه لص او هتجمع البيوت، لان المفروض تبقى الشبابيك والبيبان ايه مفتوحة بقى. يبقى it can't be a burglar.